احمد الجحش، حفيد الجحش، صاحب مطعم الجحش للفول والطعميه. اسمه من زمان جدا يعني، ويوصل عمره مثلا 60 70 سنه، وده لقبه يعني. كان حابب الاسم ده، حتى اسمه الاساسي ما كانش بيحب يسمعه. اعتز بالاسم ده جدا، حول معاه اللقب. ما كانش بيحب يسمع اسمه العادي، كان بيحب يسمع لقبه اللي هو الجحش. عموما بقاله 60 70 سنه، ابتدى بعربيه صغيره. احفاده بقى كبروا، واولاده كبروا الاسم اولا، احفاده طلعوا بعد كده. الفنان الكبير عادل امام الزعيم، عاشق للفول، وفنانين كتير زي مصطفى شعبان وزي احلام وغيرهم كتير كتير، مش عايز انسى حد يعني. انا رمضان عطار، صاحب مطعم العبيط. انا سمينا مطعم العبيط عشان الشغل والشهرة، اللي راح اللي جاء العبيط العبيط العبيط. زي واحد جابوه في التلفزيون قبل كده واقف في العتبة بيقول لك انا الحرامي، وطول ما واقف بيبيع انا الحرامي انا الحرامي. الكلمة بتشغل الزبون وبتشغل اللي رايح وبتشغل اللي جاي. انا العبيط العبيط، وفعلا اللي رايح واللي جاي العبيط العبيط العبيط. محل العبيط محل العبيط، هي الاسماء الغريبة وبتجيب الزبون وبتدي شهرة للمحل، وبتعرف المحل ان ده محل العبيط. بحترم الزبون اللي يقول لي عبيط، انا بحترم الزبون اللي بيجي يقول لي يلا مشيني يا عبيط. ده محل الحاج محمود، مكتوب محمود كبانيه. بالنسبه للاسم بيرجع لان في جنب منا الحماد، بعد ذلك طلع اسم محمود كبانيه. والحمد لله احنا زبايننا بتيجي على مستوى الجمهوريه، مش مستوى القاهره بس، محافظات، بيجي من دمياط، اسماعيليه، بورسعيد، اسكندريه، السويس، بتيجي على المكان، عارفه المكان. وبالنسبه للاحياء في القاهره بيجي من كل الاحياء، عين شمس، مطريه، مصر الجديده، المعادي، شبرا، السيده زينب. والله في زبون بتحب تقبلها منه، وفي زبون ما بتحبش تسمعها منه. يعني في ناس بتقولها بدم خفيف، في ناس بتيجي تقولها نظام تريقه، فطبعا التريقه دي ما بنقبلهاش. لكن زي ما بقول لك، في ناس بتيجي تقولها حسن نيه، فبنتعامل معاها عادي يعني. في فنانين جديد ده كابتن عندنا، وبيتصور هنا في المنطقه، الاستاذ احمد السقا والاستاذ هاني سلامه وباسم سمره، وطبعا الليمبي الاستاذ محمد سعد، وفنانين كتيره برضه بس انا مش متذكر. وتقريبا مره هيفا وهبي كانت برضه من عندنا، واستاذ مصطفى شعبان وبيصور فيلم فتح عينيك، وهو الاستاذ خالد صلاح الله يرحمه جم عندنا وخدوا برضه نفس الاكل اللي عندنا. هم بيعشقوا السجق الاسكندراني، استاذ احمد سعد بياكل سجق اسكندراني باستمرار. وويزو بعتت من مسرح مصر قبل كده مرتين ثلاثه، خالد برضه سجق اسكندراني.